السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع قصص الاستغفار وعجائب الاستغفار. يقول صاحب هذه القصة: أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو أن هذه قصة حقيقية بكل ما جاء فيها. لكن قبل أن أبدأ أيها الإخوة والأخوات، أتمنى منكم الاشتراك في القناة ونشر القصة بين كل الأصدقاء لتعم الفائدة. فكم من غافل عن عجائب الاستغفار. والآن مع القصة. يقول صاحبها: قصتي هذه أنني رجل فقير اشتغلت في عدة أعمال، ولكن الله عز وجل لم ييسر لي النجاح فيها، ثم قدر الله وسجنت في قضية سياسية في السعودية. وكنت في السجن الذي مكثت فيه تقريبا من 3 أشهر، وقد لزمت الاستغفار بشكل قوي جدا، بحيث أصبحت أستغفر في اليوم الواحد 1000 المرات ولله الحمد. وعلى الرغم من أن قضيتي خطيرة وقليل أن أسجن، يعني إذا لم أسجن أسجن عليها سنة، ولكن الله تعالى فرج عني بعد مرور 97 يوما فقط من سجني، ثم رزقني سبحانه وبحمده بعد خروجي من السجن ب60,000 ريال سعودي من أحد المحسنين، حيث علم بسوء أحوالي المادية فاستدعاني من تلقاء نفسه وأعطاني 30,000 ريال، وبعد فترة قليلة أعطاني مثلها فكانت 60,000، وقال لي: خذها عونا على أمور دنياك، والله قد اشتد ذهولي مما جرى، فرأيت حينها رأي العين العواقب العظيمة للاستغفار. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إنها نعمة الاستغفار أيها الإخوة والأخوات. أنشر تؤجر، فإن الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.